مساء الخير من شارع الحمراء. على كل حال أتردد دائما بالبدء الحلقة بتحية المساء. مساء الخير، أتأمل هذا الخير أن يكون قادم في مرحلة مقبلة. الرحمة للشهداء دائما. والله مشاهدينا، قبل لحظات قليلة كنت أنظر إلى صور الشهداء تباعا، كأني أعرفهم جميعا واحدا واحدا. ثقيل جدا هذا الاعتياد أن نقلب صورهم سريعا، أن لا نعطيهم الوقت الكافي لكي نقيم الحزن عليهم. على كل حال، من يدري، قد نكون في عدادهم بعد قليل، بعد لحظات في الغد. كلنا مشروع شهداء. ثقيل جدا مشاهدينا هذا الاعتياد على وجبة التدمير المسائية اليومية لمباني الضاحية الجنوبية، على انتظار بشكل يومي هذا الأبله في جيش العدو ليعطينا هذه الصور. ثقيل جدا اعتياد مشهد الدمار على مساحات واسعة في قرى وبلدات الجنوب والبقاع وفي قلب العاصمة بيروت. انتظر حتى هذه اللحظة ولا نعرف بعد العدد النهائي لشهداء المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بالأمس في قلب العاصمة اللبنانية بيروت. انتظر إدانة واحدة حتى هذه اللحظة من العالم، من مكان ما. لم أقرأ حتى هذه اللحظة أي إدانة. كانوا في السابق ربما كانوا يضحكوا علينا ويقولوا إدانات، الآن ما في شيء. ثقيل جدا هذا الاعتياد على مشهد ملاحقة إسرائيل وقصفها واستهدافها لسيارات الإسعاف، لفرق الإسعاف والدفاع المدني في سياراتهم وفي مراكز خدمتهم وعملهم، إلى آخر الصورة وآخر المشهد. ثقيل جدا كل هذا الاعتياد بشكل سريع. الرهان وحده مشاهدينا، هذه قناعتي على هؤلاء الرجال بين رأس النقورة ومارون الرأس، وحدهم القادرون على قلب الصورة وإعادة صياغة المشهد. بدي رحب بأوجاري الدندش، أهلا وسهلا فيك بشارع الحمراء بهذه الظروف. هي ظروف الحرب. أهلا وسهلا فيك. بدي طبعا يعني قول الرحمة للشهداء مجددا، صاروا كتار يا أوجاري. شوف، طبيعي أنه يكونوا كتار لأنك أنت مش عم بتواجه هذا العدو. طبيعي مش محزن، أكيد محزن كتير، ولكن بنفس الوقت هل كنا نعتقد أن معركة فلسطين ستكون سهلة؟ أكيد لا. المؤلم هي استهداف المدنيين، المشروع الكبير لخلق هيدي الفتنة الداخلية في لبنان من خلال استهداف النازحين، ولكن نحن نريد الموت على الجبهات. يعني نحن نريد الحياة، ولكن نحن نريد الموت على الجبهات لنحيا بعز. وهذا الموت طبيعي عندما نقاتل وجها لوجه، رجل لرجل، امرأة لامرأة، إنسان لإنسان. عم نقاتل كرمال القضية. ولكن اليوم المؤلم أكيد هي هيدا الناس البريئة يلي عم بتموت تحت الردم ومنع فرق الإنقاذ الناتج. أكيد مؤلمة، بس ولكن هيدي بالدليل القاطع، وما عاد بدها دليل لحدا نحن نقوله، أنه اللي كنا نقوله طوال هالسنين، أنه أي نوع عدو نحن عم نواجهه نحن كنا عارفين والصورة كانت واضحة، ولكن كان في أعلام، فن، سياسيين، دول، منظمات كانت مختارة أن تكون عمياء. اليوم في جزء منا عم بيشوف وما عاد قادر أنه يسكت. بس بالآخر هي معركتنا نحن، نحن اللي بدنا نخوضها، نحن اللي عم ندفع ثمنها، ونحن اللي لازم ما ننتظر من حدا أنه ممكن يكون معنا. نقدر لوحدنا؟ نقدر لوحدنا نخوض المعركة؟ شوف، هي في احيانا بيكون في بالحياه خيارات. هو عفوا يعني صحيح، يمكن ما لازم عاد نتفاجئ بحدا، انه دائما وين العالم العربي، وين العالم الاسلامي، وين العالم الحر، وين الى اخره. لا شوف، بتصور هيدي اوهام سقطت اصلا من زمان. هيدي سقطت من زمان، ولكن اليوم انتبه، في اوقات بيكون عندك خيارات. يعني مثلا انت بنقدر نطرح هذا السؤال، انه نحن بنقدر لما بيكون عندنا خيار انه نحن بنخوضها او ما بنخوضها. نحن خيارنا اليوم الوحيد هو المواجهة. يعني اليوم شو هو الخيار الثاني؟ الاستسلام. هل هو مطروح؟ عدو واضح
بهذا بهذه الوحشية بمشروعه الواضح جاي لعندك ليقتلك، ما في خير. ما هو عندك ليقتلك، هو مزروع بجواتك لحتى يقتلك. فبالتالي خيار الحياة هو خيار المواجهة. يا ونحيا، على فكرة بتلاحظ أنت بكل معركة مع هذا الكيان بيطلعوا مسؤولينه ليقولوا إسرائيل في معركة وجود. هل سمعت شي مرة سوريا أو العراق أو لبنان عم بيقول نحن في معركة وجود؟ نحن موجودين، نحن بتزول الأفراد وبنستشهد وبتروح أجيال وبتجي أجيال، بس ما بنقول هو بمهدد بالزوال. لأن نحن موجودين، لأنه نحن أهل الأرض، نحن موجودين، نحن أهل الأرض. وبالتالي طب لما بتكون أهل الأرض شو خياراتك غير أنك تضل بهيدا الأرض، تضل بتتابع أجيالك. طيب من اللحظة الأولى على كل حال، منذ بداية طوفان الأقصى، طلع بنيامين نتنياهو وكل قادة إسرائيل على كل المستويات السياسية والعسكرية ليتحدثوا عن معركة وجود بالنسبة للكيان الإسرائيلي. هل المعركة الآن في فلسطين وفي لبنان وقد وصلت إلينا الآن هي أيضا، وأن كنا نحن أصحاب الأرض، هي في مكان ما معركة وجود أيضا بالنسبة للمقاومة بعد كل ما حصل؟ لا. يعني هل في قرار اليوم بتصفية المقاومة في لبنان في المنطقة، وبالتالي المقاومة أيضا تدافع عن نفسها وعن وجودها وعن بقاء؟ المقاومة كفكرة هي عصية على الموت. أثبت التاريخ أن المقاومة هي فكرة، والأفكار ما بتموت، الأفكار بتوقع، بيسقط حدا بيجي حدا تاني بيحمل الرأي وبيمشي. هذا مجازيا يسقط، يعني مش أنه يسقط بمعنى السقوط، بمعنى أنه لو بأي مرحلة من المراحل أكلت ضربات المقاومة أو حركات المقاومة أو أي حركة تحررية، ولكن فكرة المقاومة هي عصية على الموت. أما إذا بدنا نحكي عن المرحلة الحالية فالمقاومة، هيدا مش أنا بدي أقولها ولا أنت، يعني حتى السيد، وأنا لما بقول السيد السيد الشهيد، ما هو صعب علينا نقول السيد الشهيد رغم أن نحن سيد مثله لا يموت إلا شهيدا، قائد حركة تحررية ألهم العالم وحركات تحرر في العالم لا يموت إلا شهيدا. فكرة الفداء على فكرة، خلينا هيك لو استطردنا، فكرة الفداء هي فكرة متجذرة في شعوبنا. نحن قادتنا عبر التاريخ دائما كانوا يستشهدوا فداء لقضيتهم. يمكن هذا الشيء ما يعجب البعض، بمعنى أنه حتى بالبعد الديني المسيحي والإسلامي، الفادي هو السيد المسيح اللي ختمه بدمه بالنسبة لتلاميذه واللي مؤمنين فيه، الإمام الحسين هي ختمه بدمه، القادة اللي هن قادوا معارك مصيرية وجودية ختموها بدمه. فنحن المحبة والعاطفة خلينا أحيانا نقول بدنا نقول عنه السيد، وما نقول من بلا حاليا بهاي المرحلة، ولكن نحن منعرف أنه لا يمكن لسماحة السيد غير أنه يكون شهيد، لأنه إذا ما لقله بتلبق له الشهادة لمين بدأ تلبق؟ هو تمناها على كل حال، كان يقول زمان. ذلك بشكل نحن على. صعب علينا لأنه نحن كبرنا مع السيد. نحن الجيل يلي كان عمره 12 سنة وعشر سنين لما السيد صار أمين عام حزب الله، جزء من وعينا يتشكل. وشوف حتى بالنسبة للخصوم هون، لو حطينا بين عم نستطرد، حتى بالنسبة للخصوم كان السيد شو بده يقول السيد لحتى يشوفوا كيف حترتسم خريطة المرحلة الجاية. فهو جزء من ذاكرتنا الجماعية. يعني اليوم أنا بلحظة اللي حصل الاعتداء الوحشي واللي كان مستهدف السيد حسن، بهديك اللحظة فكرت بشغلة واحدة، هيك هيدي الجملة اللي ما بتروح، وبعتقد في كتير منا ما بتروح منهم، وقت كان عم بيقلنا انظروا إليها تحترق. في لحظات عز عشناها في زمن هذا القائد السيد الشهيد لن ما عشناها، وما بعرف قديش بدنا وقت لنعيشها، بس نحن مؤمنين انه نحن مؤمنين بقضية وهذه القضية ستستمر، فسواء عشناها او ما عشناها نحن مؤمنين بالقضية. هذا تفصيل. فمشان هيك لما نحن بنحكي عن السيد بهيدي القصة او برفض لغيابه من هيدا المنطلق. بس اليوم هل تحرير فلسطين، هل هذه القضية، وهو من قال على طريق القدس شهداء على طريق القدس، هي حتكون سهلة؟ هي حتكون بسيطة؟
هي حتكون ثمنها مش هالقد غالي؟ اكيد لا، بس هي الاهميه وين؟ بالاستمراريه. يعني نحن اليوم بمعركه، سالتني هرجع للسؤال حتى ما نكون بعدنا، هل هي بمعركه وجوديه؟ نحن بمعركه مصيريه، ولكن وجود المقاومه هو غير مرتبط بهزيمه او بنصر. وجود المقاومه طبعاً موجود. طبعا هذا ما بيعني تقييم للوضع الحالي. لا طبعا، احنا سالتني بفكره المقاومه، هل هي بتخوض معركه وجوديه مثل ما الكيان بيخوضها؟ لا، لانه طول ما في انت احتلال بارضك هذا الشعب سيقاوم. طيب. منذ ما قبل التاريخ، لا اجيال لم تولد بعد، ولكنها مصيريه. مصيريه طبعا. نرحب فيك مجددا أوغاريت دندش، وبكل المشاهدين انضموا الينا في هذه اللحظات في هذه الحلقه من شارع الحمراء من مقهى تاء مربوطة. بس إشارة سريعة، بما أنك عم تفتحي هوامش واستطرادات، بدي أيضا وجه تحية لأسرة تاء مربوطة، لأنه في مطبخ وجبات ساخنة يعني عم يتقدم من تاء مربوطة لمراكز الإيواء في العاصمة بيروت. يعني وجه تحية على هذه المبادرة وعلى كل من يستطيع أن يقدم شيئا في هذه الظروف الصعبة للنازحين. لفتك منظر مشهد النزوح والنازحين انتو جاي في العاصمة بيروت الى هذا المكان؟ طبعاً. ليش اثر فيك؟ كنت تتخيلي تستوعب بفكرة وصورة انه هؤلاء الناس رح يرجعوا يكونوا نازحين مرة اخرى، او هذا جزء من الاثمان اللي عم تحكي عنه؟ هذا جزء من الحد. يعني اليوم شوف، نحن اليوم عم بتواجه عدو هو لم يخفي انه هو بالنسبة له مسألة يكون في تدمير ممنهج للمناطق، للبنية التحتية، للجسم الطبي، لما بعرف شو كمان بالمرحلة المقبلة إذا نحن حنرجع نمرق بكل المراحل اللي مرقت فيها غزة. فأنت بهيدا الإطار بتصير الصورة أنه هي صورة يراد لها أن تكون مؤلمة، يراد لها أن تكون ضاغطة. يعني اليوم ضاغطة على كل المعنيين وغير المعنيين، لأنه هني بدهم يخلوا الكل معني. جزء حيكون ضغط عليه بالمعنى انه نضغط عليهم على هذه ما يسمونها بيئه المقاومه، وبنضغط على البيئه اللي هي قد لا تكون قريبه من المقاومه او مؤيده للمقاومه، وبالتالي الهدف بالبعيد خلق مشكل داخلي من هيدا المشهد اذا طول واذا صار في ضغط. حكي عن هيدا بشكل نتنياهو، حكي طبعا بشكل واضح وتوجه للبنانيين، وكانه هو يراعي مصالحهم، وكانه هو مهتم وبلدكم جميل، وبالوقت نفسه بيطلع خرائط وبيحط انه هيدي الارض هي اسرائيل الكبرى، هو وسموتريتش بحديث من كم يوم، وكل العقليه الصهيونيه عن دمشق طبعا انه تصل الى القدس، تصل الى دمشق. لا، انه بتشوف قديش خطير هذا المشروع اللي كنا مبلشين حديثا نحكي عنه، انه طالعين الجماعه عم يحكوا بوضوح طبعا القدس تصل الى دمشق عندهم، ونحن بنعرف من زمان هذا المشروع. بتخافي على دمشق؟ بخاف على كل شبر من هيدي الارض، بس بخاف على دمشق انه ما تكون مدركه انه لن يستثني هذا الجنون احدا. حدا مش مدرك لهذا الخطر؟ هلا بهيدا الوقت ما فيك تقول من مدرك ومن لا، نحن المسيرات على طول فوق راسنا ببيروت. بسيطه، خليهم. الفرق بيننا وبين اي او اي حدا مقيم في هذا الكيان، لانه كلهم مستوطنين، كلهم مغتصبين للارض، انه هن بيتخبوا بالملاجئ ونحن بنطلع على السطوح. هلا نحن موجودين بالسطيحه، يعني بسطيحات بيروت اللي على الارض على السطوح، طبعا فوقنا المسيره اللي اصلا ما غادرت سماء العاصمه بيروت. بتخافي شيء من صوت من او مزعج بالنسبه لإلك؟ ما بعرف، يعني علاقتك الشخصيه بفكره الشهاده والموت، يعني الله يحميك طبعا ويطول بعمرك. نحن بموضوع الشهاده والموت، اول شيء هذا مسار حياه طبيعي، الموت والحياه هي مسار حياه طبيعي. انا غطيت حروب من 2005 تقريبا مع بدايه الاحداث اللي صارت بلبنان، ووصولا لهيدي الحرب، ولو كنت مش على الشاشه حاليا. مرورا بحرب سوريا. مرورا بحرب سوريا كلها. بتشتغلي من وراء الكواليس حاليا؟ ايه طبعا طبعا، لن اكون غايبه عن هيدي القضيه. طيب. فبهيدي كل هيدي المرحله الموت موجود. بس الايمان بهيدي القضيه لا يوازيه شيء،
عفوا الموت موجود او الاحتمال بالنسبه لي كمراسل ميداني طبعا طبعا موجود لكن وهيك بس اليوم لكن انا اعني بالشخص بالنسبه لي اي ما مشان هيك بالشخصي انك تكون شهيد على طريق فلسطين او على طريق تحرير هيدي الارض سواء في فلسطين او سواء في سيناء او سواء في على مستوى هاي الخريطه جنوب لبنان اللي اعلن عنها هيدي خريطه سوريا الطبيعيه اللي انا مؤمنه فيها يعني مشان هيك يبدو انه هن عندهم ادراك انه هيدي الوحده الجغرافيه والتاريخيه لهيدي الارض هي نقطه قوه وبالتالي مشان هيك حددوها لحتى يحتلوها ومشان هيك القضيه معني فيها كل من هو داخل هاي الارض. طب بس ارجع لسؤالك لحتى لما قلت لي انه هل اليوم يعني بنسال العرب بنسال مين الدول مين المنظمات الدوليه اللوم بس بيكون على كل معني بهيدي القضيه على كل من هو داخل هيدي الخريطه اللي حتى نتنياهو واللي بيحطوها المسؤولين الاسرائيليين انها هي هدف ومعتبر حاله غير معني لانه وصل لهم الدور كله. عم تحكي عن دول المنطقه كلها كلهم طبعا كلهم بس بعد في خجل هالايام في راس شو بعدك تخجل من شو بعد بدك تشغل لا على كل حال المقاومه في فلسطين ولبنان في مشروع اليوم لقتل مقاتليها واهاليها وبيئتها ومسعفيها ومواطنيها واطفالها وكل اباده شعب كامل بدك تستحي من مين؟ طيب بس انه هالقد المشروع الاسرائيلي واضح وعم بيحكي عن حاله وعم بيعبر عن حاله بالنظريه وبالسلوك الاجرامي بكل هذا الوضوح بعد الامور بالنسبه لنا مش لنا انا وياكي بس الكتار من الناس اللي هون فيها الالتباس هيدا معتمدين على ضمانات وبلا ما نحكي سياسه خلينا بالميدان العين على الميدان والحديث عن الضمانات بصلب السياسي على كل حال مشان هيك خلي العين على الميدان. طيب العين على الميدان قديش الميدان اليوم بالنظر الى تجربه الايام الاسبوعين خلينا نحكي تقريبا وصولا حتى هذه اللحظه وكل لحظه في شيء جديد امبارح كنت اتابع ب يعني بمشهد المعارك في رأس النقورة على كل حال المستمرة حتى هذه اللحظة قبل طبعا المعارك في مارون الراس بعديسي وغيرها قديش هذا المشهد مشهد المعارك قادر انه يرجع يقلب الصورة ويعيد صياغة المشهد كما كنا نحكي الدقيقة طبعا شوف موضوع العين على الميدان هو مش موضوع شعري يعني اليوم انت لا تفوز بحرب بقصف جوي انت بتقدر تزيد هيدا القصف لحتى تحاول تزيد الضغوط لتحاول تقطع الامدادات لتحاول تضغط على المقاتلين على الجبهة ولكن لحظة الحسم هي لحظة اللي بيفوت هيدا الجيش من على الحدود وبيحاول انه يوصل للليطانة او بيحاول انه يدمر المقاومة وينهي وجودها الحقيقي واللي هو هي اسمها مقاومة هي اسمها مقاومة هي لانها قاومت بالميدان وانتصرت بالميدان وتنتصر اليوم بالميدان والايام اللي جاية هي بتثبت اذا كان الميدان لرجال الميدان او انه حيكون في تدبير تاني وبالتالي قدي قادر يحمل لك خليني اقول لك شغلة قال شو بيطلع لك خبر على الاعلام العبري مقتل 3 ضباط في غزة مثلا هن الضباط بيتمشوا لحالهم عندهم بالعلم العسكري الضباط بيروحوا بيتمشوا لحالهم يعني بيفوتوا لحالهم هذا كل ضابط شو معه فالاعلام العبري كذاب والاعلام الاخر غير موجود لا يقدر ينقل الحقيقه شو عم بيصير بالداخل الفلسطيني وهيدا امر طبيعي وبالتالي نحن بالميدان اليوم الامور كما اراد لها المقاومون ان تكون حتى اللحظه والميدان سيثبت في الايام المقبله كيف ستكون الامور بالنسبه للمقاومه وهل هي مثل ما فعلا عودتنا مثل ما نحن بنعرف قدراتها مثل ما السيد حسن دائما قال قد شو قدراتها نحن هيدي الايام بيننا الميدان يعني انا يعني شوف هيدا مش شعر لانه اليوم بينت لما اعتبر الكل انه الضرب واغتيال قاده المقاومه وصولا الى سيد حسن نصر الله كانت حتكون ضربه قاضيه فلم ما قدروا يحققوا انتصار بهيدي اللحظه اللي هي اعتبروها انها ممكن تكون لحظه ضعف لانه مش فاهمين انه في تركيبه مقاومه هي اساسا فعل الاستشهاد
هو جزء من عقيدتها، لأنه ما حدا بياخد خيار المواجهة وبيكون يعتبر حاله أنه بده يعيش برفاهية. هيدا في ناس أخذت هيدا القرار وأخذت على عاتقها أنه تموت لنعيش نحن، لنقدر نقعد ببيروت بدون ما يجي الإسرائيلي يقعد مثل ما قعد بالويمبي. ومثل ما وقتها التقى مين يطلق شرارة المقاومة بالويمبي، كمان المقاومة اليوم موجودة، وسردا على سؤالك لو لم تكن موجودة لوجدت من جديد. هيدي المقاومة ولادة، وهيدا الشعب ولاد، وحيضل ينتج مقاومات. وهذا مش حكي الشعر، فيه لا تاريخ طويل بناء على تجارب سابقة، بناء على محطات سابقة مرقنا فيها، وليس فقط مع الإسرائيلي وصولا إلى، ولكن الأسئلة التي تطرح الآن وأنا أطرحها بطبيعة الحال نظرا إلى ما مرينا به خلال الأيام الماضية، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية فقط، يعني لأنه في شعور عام عند كثيرين ومنهم من ضمن بيئة المقاومة، وكأنه الأمور صعبة بطبيعة الحال، ما حدا بده يقلل من صعوبة المعركة والمواجهة، لكن في انطباع صار عند الناس أنه المقاومة هزمت، وبلش البعض يستغل هذا الجوف، سياسيين وإعلاميين في لبنان، على أنه روحوا شوف شو بتعملوا، فوضوا على استسلامكم. شوف، نحن نخوض كثير حروب على عدة مستويات، منها الحرب الإعلامية. أوكي؟ أنت اليوم طبعاً هزمت باغتيال قياداتها، يعني هيدا طبعاً هيدا اللي عمولو. نحن اليوم أنت أول شيء ضربة قوية جداً، يعني مش قوية، قد تكون قاضية لكتير حركات، وكتير من الناس اعتبرت بهيدا المرحلة ببداية لما غابوا مسؤولي الحزب عن السماء، وشو كان عم بيصير، هل لازالت المقاومة موجودة؟ هذا طبيعي هيدا الجو أنه يكون، ولكن شو صار بالميدان؟ يعني اليوم نحن اللي عم نقوله أنه هيدا اللي صار فعلاً، فالإسرائيلي تقدم أو حاول التقدم، شو اللي صار؟ صد على الخط الحدودي. اليوم صار عندك جيش همه يوصل يصور علم ويطلع، هذا اللي جرب يعمله بمارون الراس. واليوم اليونيفل نفسها هي اللي قدمت اعتراض واللي تحدثت عن الموضوع، ولقيت طبعا بيان المقاومة اللي كانت تحدث عن الموضوع. فإذا نحن اليوم هيدا مسألة أنه المقاومة أكلت ضربة، أكلت ضربة، وكتير حركات ممكن ما تقوم منها لهيدا الضربة، ولكن اليوم اللي صار مش شعر، نحن متفرجين بدنا نعتبر حالنا. حصلت عمليات الاغتيال المتتالية وصولا للضربة الكبرى باغتيال السيد حسن. شو اللي صار بالميدان؟ هل حصلت انتصارات؟ هل تمكن الجيش من تحقيق أهدافه؟ هل تمكن الجيش من حصول على صورة حقيقية وحدة، بمعنى أنه عن جد بتمثل انتصار، مش دخلي وطلع دخلي وطلع؟ لحد هلأ لا، لحد هلأ لا. فإذا نحن ليش عم نقول لحد هلأ لا؟ لأنه العين على الميدان، الميدان بتحدده سواعد الرجال بس. خليني روح أنا وياك إلى فاصل أول ونتابع بعده هذا الحوار عن الحرب بعد الفاصل مع أوغاري دانش. برحب فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقه من شارع الحمراء من مقهى تاء مربوطه. برحب مره اخرى بالاعلاميه الزميله أوغاريت دندش، كانه بعدت طائره المسيره من السماء، ما عاد عم بسمع الصوت، بس هي موجوده تقريبا كل الوقت ببيروت عم تسمع، يعني تنتظر اللحظه، يعني حاطه فرضيه يوما ما انه هذه الطائرات ان تختفي تماما من سمائنا. طبعا طبعا طبعا. شوف، ما هي مش المسألة مسألة حلم، قلت لك إياها، يعني أنت اليوم هي حك ركب من يستمر أكثر، وهو الإيمان أنه أصحاب الأرض هم باقيين، يعني نحن ما عندنا خيارات مثلا أنه أنت يلا بحمي الباسبور الثاني وفل، هيدي أرضنا، هن بدو يفلوا. عندك باسبور ثاني؟ لا لا أبدا، يعني مش خيار مطروح بالنسبة لي، لأنه أنا يعني شو الفكرة؟ يعني مش موجودة، بس أنا يعني أنا بنت هاي الأرض، مش هاي مش إيداني للي عنده باسبور تاني، بس وحتى لو بيحمل بس هو ابن هاي الأرض، بس ولكن اللي هو بيحمل باسبور أصلي وإجا لحتى كان جزء من هيدا الكيان، هو عنده هيدا الخيار يرجع لمطرح ما إجا، لأنه كان موعود بالأرض العسل والخيرات اللي يجي يقعد فيها مستريح، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
طلع فيها شعب، وشعب خلال وبعده عم بيقاوم، وبعده عم بيقاوم، وبعده عم بيخلف تحت الحصار، وبعده عم بيجيب اولاد، وراح يضل. طيب بالتوازي مع معركة الميدان، وراح ارجع طبعا للميدان بالشق الاخير من هذه الحلقة، لانه بعرف قديش اصلا الميدان عزيز عليك يعني شخصيا كمراسلة ميدانية بكل تجاربك، وقديش صار عندك حتى فكرة عن الحروب احيانا كيف تخاض. بمعركة الإعلام واضح اليوم أنه بموازاة الحرب على الأرض، وهذا كمان مش مفاجأة حتى ما نكون عم نتفاجأ بكل شيء، أنه في حرب إعلامية رهيبة وشرسة تخاض اليوم على المقاومة وعلى بيئة المقاومة وعلى اللبنانيين جميعا. يعني اليوم كما أنه هدف ضرب مثلا قلب بيروت، تقليب الناس بهذه المجازر على المقاومة وتحريضة على المقاومة، وطلع نتنياهو حكى عن هذا الموضوع، وسائل الإعلام العربية، جزء من وسائل الإعلام العربية وبعض وسائل الإعلام اللبناني متحرض على المقاومة من خلال أنه موجودين المسلحين بين النازحين وغيره. ما بعرف، طلع وزير الإعلام يمكن حكيني ودعا للالتزام بالما تأخرنا لنحكي عن جبهة الإعلام أوغاريت؟ لا ما تأخرنا، دائما كان الوضع بلبنان بالداخل هو مرهون بهيدي التوازنات، دائما كان في خلاف بوجهات النظر السياسي وبالاجندات وبدك اياه، ايه بس ولكن بس كمان بس كان في مدارات زياده عن اللزوم، تحريض بهذا الشكل. ايه مشان هيك شو عمل وزير الاعلام؟ شو عملت الدوله اللبنانيه؟ نحن في حاله حرب، وهيدي الحرب ما عم بتوفر حدا. اليوم انت بتعطيه للاسرائيلي براءة ذمة لاستهداف المدنيين، لاستهداف مراكز الايواء، وبتحرض وبتخلي الناس يعيشوا بخوف لحتى يحسوا حالهم مستهدفين، وبالتالي يضغطوا على الناس اللي هن طالعة من بيوتهم، وهن ابناء عز وابناء بيوت وابناء ارض، من الفلاح اللي بيفلح ارضه للمهاجر اللي كان مهاجر لحتى يعمل بيته او قصره او اي شيء. هودي ناس من اللي بيفلح ارضه للي راح اشتغل برا، هودي ناس بتعبهم وبعرق جبينهم كانوا عايشين بكرامتهم وبعدهم عايشين بكرامتهم، لانه مفهوم الكرامه ما خصه لا وين بتنام ولا اذا قادر تاكل ولا لا، مفهوم الكرامه هو مساله خاصه بانك انت عندك كرامه لو كنت عايش بالشارع، او بلا كرامه لو كنت عايش بقصور او بمحطات تلفزيونيه. بس بموضوع الاعلام خليني بس وضح شغله، لا انه مع انت مع انه يكون في اجراءات، لا في اجراءات صارمه بهذا الموضوع، اذا لم تتحرك الدوله لتقوم باجراءات واجب كل صحفي اليوم يقدم بلاغ. نحن اليوم كصحفيين اهالينا وناسنا واصدقائنا ومعارفنا وابناء وطننا موجودين بهيدي المراكز، الشيء اللي انعمل بيستدعي بلاغ واستدعاء وبحث وتحري وما بعرف شو بسموهم بالاشياء القانونيه من قبل الصحفيين لحتى يصيروا هودي الاجراءات. نحن لازم ندعي، لانه هيدي المهنه اذا ما كان فيها اخلاق سقطت. ونحن هون ما عم نحكي لا عن موقف، لا عنه انت مؤيد المقاومه ولا لا، نحن عم نحكي اليوم ولا عن حريه تعبير. اي حريه تعبير؟ اي حريه تعبير؟ انت اليوم عم تحكي عن حريه تعبير اللي سقطت بغزه قبل ما نجي على لبنان، بكل شيء اسمه وسائل اعلام عالميه وبكل شيء اسمه مدارس اعلاميه بالعالم. حريه التعبير انك اليوم تحرض على الناس بكذب ونفاق نفاق. نحن اللي بكل بساطه هيدا الشيء ما لازم يضل، نحن رايحين على معركه يبدو انها هي طويله، واذا هيدا الشيء ما تم الاجراء فيه، نحن اليوم انت عندك على مواقع التواصل اللبنانيين يتحاورون مع أفيخاي أدرعي ومع إيدي كوهن بوقاحة، ويقال لهم ليش عم تعطوهم إنذارات بعض اللبنانيين؟ هذه حرية تعبير؟ ليش عم تعطوهم ونقصفوهم بلا إنذارات؟ تماما الموجودة وانتشرت. طيب ما هو السؤال كما يتعلق ببعض وسائل الإعلام يتعلق أيضا ببعض الشخصيات السياسية عم تطلع تحكي بشكل واضح بوقاحة، يعني خلي السياسيين يردوا عليهم، بس نحن كعالمين يعني نحن كعالمين مفترض يكون عندنا موقف واضح وصريح. يا منكون نحن اخلاقيين قبل ما نكون اي شيء ثاني. هالخجل بهيدا المكان غير يعني يسقط عنك صفه الاخلاق. يعني انت اليوم مش بس عم تحكي عن موقف وطني، انت عم تحكي عن موقف اخلاقي. انت عم تستعمل هيدا المنبر لتحريض على القتل، والقتل عم يحصل. يعني اليوم عم يستهدف
هيدي المراكز عم تستهدف ببعض المناطق استهدفت، فأنت اليوم جزء من هيدي المحاله المحرضة والمنفذة بالنتائج لأنه هي عم بتصير، وبالتالي ما فيك تقعد تسكت، لأنه مثل ما قلت أنت اليوم الحرب الإعلامية هي مش حقول هي الأكبر، بس هي جزء كتير كبير من المعركة، وأنت عم تخوضها هيدي المعركة من زمان، ولكن باسم المسايرة والمدارات والتوازن والمبعرف شو، وصلنا لهون. طيب أنا عم يعني عم بسأل حالي، صارت المقاومة بده يقال عنا إنه هودي شباب إيران في لبنان، يا تسلموا لي أنتوا وين كنتوا بس كانت حركات المقاومة من 48 لليوم كانوا الشباب يروحوا يقاوموا حتى لو ما كانوا ضمن حركات لحتى يعتبروا إنه عم يعملوا دور بتحرير فلسطين، وأنا بيي واحد منهم. حركات المقاومة لما ما كانت إلا لون طائفي وين كنتوا أنتوا؟ كنتوا بحضن الإسرائيلي كمان، فما حدا يجي هلا يقول هيدا لون طائفي معين او هودي الرجال ما بعرف مين. يوم اللي كانت جبهه المقاومه الوطنيه مين كان عم بيقوصها؟ مين كان عم بيقوص عليها؟ مين كان مستقبل الاسرائيلي؟ هودي اللي هلا معتبرين انه حركه المقاومه الى لون طائفي واحد. تفضل على المقاومه. طب غريب انه بعد 40 سنه بعدنا عم نعيد نفس الرهانات، نفس التجربه. في عطب بنيوي ما بعرف عن جد يعني. في عطب بنيوي الدولة اللي حكمت حبيب الشرتوني واعتبرت انه هو قتل رئيس جمهورية اجى على الدبابة الاسرائيلية، طبعا في مشكلة. طيب في مشكلة انه اللي عمل اتفاق 17 ايار ومن لف لفيفهم اليوم بمرحلة من المراحل كانوا مسؤولين بهيدي الدولة. ندخل الاسرائيلي على المخيمات ومنعمل المجازر، كل هيدا هيدي المراحل اللي غضينا النظر تم باسم استيعابه بالدوله وبالسلطه. وعلى كل حال يعني ضمن التاريخ لا يرحم، نسينا الماضي، عفينا عن الماضي، لكن يبدو انه الماضي عم يرجع يكرر نفسه. العالم وحركات التحرر في العالم علقت المشانق لما انتصرت، شفنا وعلى اساسها بنت شفنا شو صار بعد تحرير الجنوب العام 2000. هذا الحديث بياخذنا على موضوع العمالة. العمالة بتعرف انه في كثير عمالة او مشتبهين هودي اللي عم ينكشفوا طبعا. انا اللي كنت بدي اقوله قبل شوي انه طبعا لانه الجانب الامني اللي له علاقه بالمقاومه ما بسمح لنفسي يفوت فيه، ولكن هذا يعالج في مكانه. اذا بمكان هالقد قوي وهالقد محصن عم بيكون في خروقات معينه، قديش المجتمع مكشوف اليوم؟ اولا خلينا نحكي يعني بتصور هلا كل شيء رح يبين على الصفحه هلا. شوف نحن وكانه كل شيء معد لهيدي اللحظه. طبعا لا هيدي معروفه. ليش نحن وقت بنحكي عن هيدي المعركه قد ايش هي معركه مصيريه مهمه؟ لانه هيدي ما اللي انشغل عليه واللي انحط مصاري عليه واللي اندفع عليه عبر ان جي اوز وعبر منظمات معينه وعبر حركات معينه وعبر وسائل اعلاميه معينه، كل هول هلا اجى وقتهم انه يتحركوا. هيدي ساعه الصفر لهم لحتى يتحركوا وتحركوا. بس بموضوع العملاء خلينا نوضح شغله. نحن قلنا انه كل حركات التحرر علقت مشانق، ومن ضمنهم اللي بيعتبروه معظم دعاة الحريه بالعالم اليوم الثوره الفرنسيه هي اول من علق المشانق اللي عطت هي الشعارات اللي اليوم بيحملوها معظم الحركات اللي بيعتبروا انه هن عم يدعوا للحريه، فهي اول حركه علقت مش اول حركه هي حركه علقت المشانق. بس هيدي الثوره الفرنسيه برايهم تماما تماما، ولكن نحن عم نحكي عن هن اللي بيتبنوا شعاراتها. وبالتالي انت اليوم عندما لا تحاسب العميل، بس العميل رجع على بيته وصار الشاب او الست او المراهق اللي تعذب بالمعتقلات يشوفه عم يتمشى قدامه طالع بعد 3-4 اشهر، صاروا كلهم واقفين على الحاجز، كانوا الشباب ما حدا منهم كان عم بيقاتل ويعذب، اللي تعاملوا مع العدو هيك كانت احكامهم، صاروا كلهم مجبورين مغلوب على امرهم. ايه كلهم صاروا غصبا عنهم رايحين. فهودي انت كانت البدايه لتشجيع العميل، العميل اللي بيفوت 3-4 اشهر والعميل اللي بيتبرر له والعميل اللي بيروح بيزور الاراضي المحتله وبيرجع تحت مسميات دينيه، بيزور وبيرجع كمان تحت رعية. مسميات انا فهمت عليك، بس انه هيدي بتصور لها علاقه ب سوريا منا رعية. سوريا منا رعيه زار سوريا حدا منعه جرب قرر حكي عنا؟ انت بتعرفي اكثر بسوريا. فاذا هيدي العماله والترويج للعماله والتبرير للعماله
هو اللي وصل لليوم انه ايه وعم صار عندنا عملاء رخاص كمان، مش انه عملاء سعر رخيص. العماله رخيصه تماما، فهي المشكله مش بالمصاري حتى، صح. ما حتى يبلغ، هي المشكله بهيدي النفسيات اللي هي مريضه. فا ايه في عندنا مشكله بنيويه بالمجتمع اللبناني اليوم، واضح انه هي مداراتها وصلتنا انها هي انكشفت بهذه الطريقه. برجع بقول قديش بدنا وقت، ربما بعد انتهاء هذه الحرب يوما ما، ممكن بكير نحكي عن انتهاء الحرب لاننا اصلا في قلب الحرب، واصلا الحرب والعدو ما عم يعطيك الفرصه انك تعمل هذا البناء، لانه هذا شغل كان يفترض ان يكون قبل. عم بحكي على المستوى، وراح استعير اسمحي لي العباره من الكيان الاسرائيلي، عباره الجبهه الداخليه، لانه كنت دائما عم بسال انه دائما الاسرائيلي بيحكي عن الجبهه الداخليه، طيب شو بالنسبه للجبهه الداخليه عندنا؟ واضح، وهذا يمكن كان متوقع او قريت، لانه عم نحكي عن 5 سنين من انهيار على كل المستويات، انه تكون هاي النتيجه. 5 سنين؟ ما بعرف انه اخر 5 سنين. اي سنه تاسست دوله لبنان؟ لا كبير. هلا رجعتيني كثير لورا، انا عم بحكي عن الانهيار الاقتصادي الاجتماعي الحاصل مؤخرا، اللي هو فات من خلاله الاسرائيلي بقوه. ايه، هل فات من خلاله او صنعه عبر عملائه؟ هون السؤال كان جزء منه. ما هيدا اللي نحن بدنا نقوله، انه اليوم هل وصلت هيدي الحاله اليوم اللي كشفت كل شيء انه هي حاله؟ مشكلتك بلبنان انه الفساد اللي كان ولا يزال كان دائما، ومش بس بلبنان، بكل الدول اللي هي كانت بدها تبرر الثغرات بانظمتها، انها تاخذ شيء اسمه نظريه المؤامره. عم وصلت العالم تفكر انه ما في نظريه مؤامره. ليش؟ لانه هي تم استخدامها بكل تبرير كل ثغره او كل نقص او كل تقصير، ولكن عمليا بالواقع نحن مش انه هي نظريه مؤامره. اليهود بالعالم والحركه الصهيونيه لاحقا هن بداوا التخطيط من قد ايه؟ مئات السنين؟ الاف السنين؟ بس بغض النظر اكيد قبل بسنين طويله من الحصول على وعد بلفور. على فكره وعد بلفور هو اللي بيقرا النص، هو متوجه للورد روتشيلد، يعني متوجه لرجل يملك، اليهودي يملك المال لحتى يوعدوا بالارض. ليش؟ فحتى ما افوت بكثير تفاصيل، الفكره هي انه هودي الناس اشتغلوا بشكل منظم من خلال الحروب العالميه اللي صارت، من خلال الانظمه الاقتصاديه اللي ارسوها، من خلال، فانت طبيعي بهيدا المجال انه هول العالم اللي خططوا هيك انه يدخلوا لك من نظامك الاقتصادي اللي هن عالميا هن ماسكينه، من خلال حكيناها وبدنا نرجع نحكيها، اعلامك وفنك ومناهجك التربويه وكل هيدي التفاصيل. نحن اليوم نحصد نتائج فساد اجتماعي اقتصادي، مش فساد بس بسرقة الأموال، بغياب الهوية الوطنية القومية. وغريت نحصد نتائج، بدي ضيفها تعقيبا عليك اللي عم تحكي، صح، نحصد نتائج الجهل الكبير بهذا المشروع الصهيوني. لأنه ما عندك هوية كجامعة، أنت اليوم ببلد غير متفق على الهوية كنا تبعه. وكأنه عايشين بقلب الخطر، العدو ببيتنا، وبعدنا عم نقول أنه له بعيد عينا، ما عم نحكي بس عن لبنان، عم نحكي على مستوى المنطقه كلها. ايه، وعندك ناس عم تقول لك هذا مش عدوك، هي مشكلتك، هي مش مشكلتك انه بعيد ولا قريب. مش بس هيك، بيقول لك عدوك بس خليني بعيد عنه، يعني خليني محايده بضل بعيد. امبارح احدى النواب التغييريين اللي مفترض هن اجوا لحتى بناء على ثوره بتقول على احدى المحطات انه مات عسكري لبناني، يعني استشهد، ليش كرمال مين؟ ليش بده يلم هول الناس ببيروت؟ لا في مشكلة. ليش بدي يلم هودي الناس؟ ابصر من هن هودي الناس. فانت اليوم ايه في مشكلة هوية، وهلا مش وقتها، هلا في رجال بالميدان هن عم يصنعوا التاريخ. هذا اللي عم اقوله، انه على اهمية كل ذلك الان الوقت للسلاح، للمواجهة، للمقاومة، كرمال هيك انا بلشت طبعا بدايتي بالرهان على هؤلاء الناس اللي واقفين على الحدود. وهن لم يخذلونا يوما، والايام بيننا. هلا ذكرتي قبل شوي قصه المجالات متعدده من ضمنها الفن، عم برجع بتذكر انه الفنانين اللي اجوا حفلات انهار اللي على اللبنانيين السوريين العرب، سمعتي لك شيء موقف شيء
في البعض منهم حتى ما نظلمهم كلهم بس انه عن جد وينهم؟ قارنهم بال هودي بدي اقول وينهم؟ قارنهم بالفنانين الاجانب من بدء عمليه غزه يلي خسروا اشغالهم. ايه من بس من مطربين بس من بس ممثلين. بس هي معركتهم يفترض انه اوكي طيب فلسطين ولبنان الان على اساس انه شو مصاري طيب واليوم انت بس فيك مصاري مش لحظة المصاري مش عم بحكي بس للفنانين في موقف حد ادنى لا من وين عم تجي المصاري؟ هاي المصاري اللي عم تجيهم لهول الفنانين هي المصاري نفسها اللي عم بتمول الحرب. اوف طبعا نفس المصدر على لبنان؟ ايه كله. مين عم بيمول الحرب على لبنان؟ غير امريكا كبير؟ غير امريكا اللي بتدعم مصاري السلاح المفتوح مصاري دول الخليج في ما يثبت ذلك وجريد هن بيثبتوا ذلك هن بدهم الحرب قبل ما تبلش على لبنان هن كانوا عم يدفعوا باتجاه انه لا تتوقفوا حتى تقضوا على المقاومة الفلسطينية. انا بفهم انه هن ينتظرون القضاء على المقاومة. نتنياهو شو قال؟ نتنياهو حكى عن المساعدات وعن المطارات المحطوطة بتصرفهم وانه هن لديهم دعم. طيب حصل ذلك بفلسطين ويحصل في لبنان الان. على فكرة على على فكرة مين اللي مخلي الحصار تبع الحوثيين بالبحر الأحمر يسهل للإسرائيلي يحصل على الأشياء؟ الممر البري معروف من بداية الحرب على فلسطين على غزة. هلا تذكرت لأنه أنا ما شفت من بدي أرجع بس للهامش تبع الثمانين ما شفت إلا معين الشريف شفته واقف قدام الدمار بالضاحية عم يعطي موقف واضح يمكن هو بيعبر عنه كمان مش بستحيي لإله يعني. في ناس من الضاحية نفسها ما طلع لهم صوت من الجنوب نفسه ما طلع لهم اللبنانيين قبل ما أروح لعند الآخر. إيه نحن بدنا نلوم الآخرين خلينا نبلش من دود التين منه فيه طبعا. طيب ما بعرف شو ناطرين وفيهم على كل حال ما يعطوا موقف أنا ما أمر العملي لا ما فيهم ما يعطوا موقف ما فيهم ما يعطوا موقف لا بس فيهم يكونوا بهذاك المطرح. إيه بس يعطوا موقف. هيدا الزمن هو زمن سقوط ورقة التوت وأساسا شو بيقول دانتي بكتابه الجحيم اللي بيقسم فيه الجحيم وبيحط حسب الخطايا بيعتبر بيقول أكثر الأماكن حلكة أو ظلمة في الجحيم محجوزة لأولئك الذين يتخذون مواقف حيادية في الأزمات الأخلاقية الكبرى. اللي ضدك بتعرف أنه ضدك بس اللي بيقعد على الحياد تخيل أحلك الأماكن في الجحيم بيعتبر انه الجحيم اللي هو فيه كل هالماس اكثر مكان مظلم فيه للناس اللي بتكون حياديه بالازمات الاخلاقيه الكبرى. وهل يوجد بالتاريخ الحديث ازمه اخلاقيه قد اللي عم بيصير بغزه واليوم عم بيصير بلبنان؟ لانك عم بتشوف على الهواء مباشره موثقه مش معرفنا وانك تكون على الحياد وين ما كنت بالعالم. فكيف اذا كنت ابن قضيه وابن الارض؟ أوغاريت بالدقائق الأخيرة من مفارقات هذه الحرب خريطة الحرب الإسرائيلية على لبنان هذه المرة ربما أنها بالعمق اللبناني أوسع مدى يعني منذ اللحظة الأولى وكأنه إسرائيل بدأت الحرب من حيث انتهت بال2006 يعني شوف إذا بتشوف خريطة الأماكن المستهدفة بالضاحية فقط هي لم تستهدف في حرب تموز 2006 طبعا إضافة لما تم استهدافه من 2006 الجنوب ايضا منذ اللحظه الاولى المدى اللي كان على كل الجنوب البقاع وهيدي مفارقه وانا بدي اعمل هامش هون لانك بنت البقاع كيف عم تراقبي عم تتابعي هذا المشهد يعني عم شوف مشهد التدمير كبير بالبقاع بقرى البقاع ويمكن كمان هون مش عم تاخد حقها طبعا وهيدي فرصه لنرفع الصوت طبعًا. عبرك البقاع مظلوم اعلاميا رغم انه هلا نحن بحرب ومش وقت هيدا الحديث ولكن هو مظلوم اعلاميا بكل الاوقات وبوقت الحرب نفس الشيء لانه يتلقى من الضربات يعني بشكل هائل ويومي منذ بدايه النهار الاول العدوان المفتوح على لبنان بشكل كثير كبير وهو غير مهيئ بايام السلم لا مستشفيات ولا
ولا مؤسسات ولا منظمات ولا أي حدا قادر على أنه يقوم فيه، وبالتالي التهجير والضرب هو يذبح وحيدا يعني. بس ولكن يعني هي جزء من هيدا المعركة. ولكن خليني نروح على الأهم، لأنه على الرغم من أهمية هذا الموضوع، ولكن اليوم هيدا هذا قدر التاريخ والجغرافيا للبقاع دائما. ولكن لم يبخل على المقاومات بطول تاريخها. خزان مش هيك دائما بنقول؟ دائما ودائما دائما. هيدا جرد الهرم اللي عم ينضرب اليوم هي اللي ضربته فرنسا بالطيارات وما قدرت تفوته. هو زاد. هيدا الجرد اللي بتمشي فيه أرضنا. بتعرفيه وأرضك. أرضنا، نحن من جرد الهرمل هيك. مشان هيك خليهم يحسمها معهم على الصعيد الشخصي، أنا جردية. من الجرود مش من المدن حتى. وفخورة، ومثل ما هيدي أرض الجرد ما بيمشي الحال، بتكسرها ما بنتكسر. بس المش بس القصة الأساسية اللي نحن لازم نحكي فيها والأهم هي هيدا المنهج التدميري. فإذا نحن هون مش عم نحكي عن حرب يخوض هذا الكيان بهدف انه هو والله بده يوقف صواريخ او بده يعمل وقضاء على بنى تحتيه وغيره. لا هذه الحرب تدمير، تدمير لحتى تصبح غير صالحه للسكن، غير صالحه للحياه. كيف عملت روما بقرطاجة وقت اللي ده ما قضت عليها هون؟ معلش لو الناس ما بتحب كثير تاريخ هنيبال، لو يوم طلب المساعده وتجار قرطاجة اجتمعوا قالوا انه هاي الحرب تبعه مكلفه، ما بعثوا له المساعدة، خسر الحرب واجت روما دمرت قرطاجة ومحتها وأبادتها العقلة، ما عادت صالحة الحياة ولم تقم لها. هذا ما تفعله إسرائيل اليوم، هذا ما تحاول. لا بغزة أي طبعا فعلتها. إنه أنت أرض تحاول أن تفعله، أرض ما منخلي فيها قابلة للسكن. ونحن لما بتزرع بالإعلام وبوسائط الإعلام وبكل اللي عم يحكوا هذا الخوف من الوجود بين الزوجين اللي نحن ما اعتبرناه هيك، فأنت بتخلي هيدا العالم ترحل. هيدا مشروع مين الترحيل اللبنانيين؟ بتختلف الطوائف، بتختلف الأماكن. كاسنجر الله لا يرحم عظمي فيه، هيدا مشروعه. طيب بس اليوم عم ينحكى هذا المشروع الخطير اللي هذا عم ينحكى فيه اليوم، عم يروجه لنحكي اوكي لنحكي ب هذا مشروع خطير جدا كما كان خطيرا في فلسطين، خطير الان. اوغاريت تشير مشاهدينا الى الاعلى الى السماء، عين الى الكاميرا والى السماء دائما. مسيرة اسرائيلية تجول في سماء العاصمة اللبنانية بيروت، صار مشهدا اعتياديا يوميا. طيب المشروع الخطير اللي عم تحكي عنه شو اللي بيمنعه؟ عن جد انا وقتي صار خالص، بس شو اللي بيردع، شو اللي بيمنع اسرائيل اليوم ان تنجح في مشروع التدمير والتهجير والترحيل والقضاء على كل لا شيء يردع اسرائيل مقومات الحياة، لا شيء يردع اسرائيل الا الميدان. وحتى الناس اللي عم تنضرب بيوتها واللي عم تنضرب أرضها واللي يمكن تنزح مؤقتا، هي بتعرف انه عينها على الميدان، وانه الميدان هو اللي بيرد لها وهو يلي بيخليها تضل صامدة. وانتبه، نحن حتى نكون واضحين، الميدان هي مش معركة صغيرة، وهي مش أمتار قليلة، وهي مش موقع. الحرب هي يوم لنا على عدونا ويوم لعدونا علينا، هيدي طبيعي بهيدي المعارك. ولكن نحن عم نحكي بهيدا المسار تبع الحرب الطويلة، هيدي الناس عينها كلها على الميدان، مثل ما نحن عيننا على الميدان دائما وأبدا. لأنه اليوم أنت بالميدان بتفرض، حتى الإسرائيلي بيعتبر أنه هو بيفرض شروطه أو بيفرض اللي بده إياه بالميدان. رغم أنه أنا مش مقتنعة 100% أنه بهاي الحرب عنده هيدي القناعة، بهيدي الحرب معتبر أنه اليوم بس عنده فائض ثقة بالنفس الإسرائيلي الآن، أخذها من خلال تحقيق مجموعة من الإنجازات الأمنية والتكتيكية. هل هو أخذها من هيدي الإنجازات أو أخذها من تعهدات ومواقف وسطته؟ هون السؤال، أو من اثنين مع بعضهم. معركة طويلة ومعركة فيها تفاصيل كثيرة، ونحن قد لا نملك الإجابات حاليا، وقد لا نستطيع الحصول على الإجابات أبدا على كثير من الأشياء اللي حصلت بهيدي المرحلة. بس الواقع والتاريخ بيقول أنه المقاومة هي فكرة مزروعة بجينات هيدا الشعب، هي بتخلق وبتخلق معك، بتختلف أشكالها وبتختلف الطريقة اللي بتعبر فيها عن نفسها. بس طول ما في حدا عم يخلق، طول في ما في أم عم بتجيب عم تحمل الولد ببطنها، حترجع تخلق هيدي المقاومة مع كل طفل. فهو مش شعر، لأنه هيك التاريخ قال. ف
فهيدي هي القصة، أنه نحن بهيدي المعركة اللي هي فيها إمكانية لأنها تكون في خسائر، في ربح، في فوز، في مناطق، في دخول، في خروج، في صد، في هجوم، هتكون موجودة. بس ولكن اليوم التاريخ بيقول هيك، التاريخ بيقول أنا عندي ولد عمره 8 سنين هيك بربيه، يمكن ولا حدا تاني ما يربيه، بس طولما وجدت بواحد بهيدا الشعب هي ما بتموت. وقت انتهى أرام كيف عم يتفاعل مع الحرب؟ ابنك جدًا ابني بيعرف، عمره 9 سنين 8 سنين وشوي. أرام ابني انا مثل ما ربيته، مثل ما هو بيعرف، وبيعرف كل شيء عم بيصير. بيقول لي بيقدر فيه، هو مقاطع لكل شيء اسمه بضائع، وهو طفل بعمره بيعرف من الثياب للاكل للشرب للاشياء، بيعرف انه هو بمعرفته وبقوته، يعني المعرفه هي القوه، هي شغلتين، هي معرفيه وقوه سلاح وتجهيز، وبالشغلتين انا عم ربيه لحتى يكون مقاوم. شكرا لك أوغاريت دندش، شكرا للمشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة، ولإدارة مقهى تاء مربوطة لفريق العمل طبعا. إلى اللقاء في حلقة مقبلة من شارع الحمراء.